بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 11 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. في هذه الحلقة سوف تستمعون إن شاء الله من فضيلة الشيخ إلى عدد من الإجابات، أولها عن سؤال للمستمع ميم سين عين من الرياض، يسأل عن رمضان لم يصم ولم يكن يصلي في أثناء إقامته في إحدى الدول الغربية. بعد ذلك مجموعة من الأسئلة للمرسلة سين باء طاء من الدمام، تسأل في أولها عن لبس المرأة ألبسة خاصة أمام النساء، وفي سؤالها الآخر تسأل عن حكم تصوير النساء للجواز أو الذكرى وما إذا كان المصور رجلا، ثم تسأل عن أخذ شيء من شعر الحواجب إذا كان فيها ضرر على العين أو تشويه في الوجه، وفي آخر أسئلتها تسأل عن استخدام التمثيل وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. بعد ذلك سؤال من المستمع كنعان الوطني من العراق، يسأل عن لبث الدجال في الأرض وعلاقة ذلك بما يقال عن دورانها، ثم سؤال من المستمعة أم أنس من الأردن، تسأل عن قضاء ما فاتها من الصيام بسبب ظروف حملها ووضعها. بعد ذلك يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة للمستمع رشيد محي الدين بنغلاديشي مقيم بالمملكة، يسأل في أولها عن قول الرجل لامرأته أنت طالق وهو يريد زجرها، ثم يسأل عن معنى قول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وفي آخر أسئلته يسأل عن سماع الموتى هل هو ثابت وهل في سماعهم فرق بين أحد وأحد. بعد ذلك سؤالان للمستمع رمز لاسمه بالحروف خاء خاء، يسأل عن أسباب إعطاء الوالدين تلك المكانة العظيمة في الإسلام، ثم يسأل عن التوفيق بين حديث لا تزال طائفة من أمتي وحديث لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الله في الأرض. ثم سؤال من المرسلة ميم ضاد زاي من الرياض، تسأل فيه عن كيفية رد السلام في أثناء الصلاة. بعد ذلك سؤال لها أيضا، تقول هل تعد القراءة السرية بالنظر فقط قراءة، وهل الصلاة بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية، ثم تسأل عن قضاء الحائض لصلواتها. وآخر أسئلة هذه الحلقة هو سؤال المرسلة ميم ضاد زاي عن قضاء الحائض لصلاتها، فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. السؤال الأول في هذه الحلقة من المستمع ميم سين عين من الرياض، يقول إني سافرت إلى إحدى الدول الغربية في أول بلوغي الحلم 17 من عمري أو نحو ذلك، وأدركني رمضان ولم أكن أصومه ولم أكن أحافظ على صلاتي، بل كنت أدع بعض الصلوات لا أقضيها، لا أصليها ولا أقضيها، فهل علي من قضاء أو كفارة، وبماذا توجهونني حيث ما زلت أشعر بكثير من الحسرة والندم، ومن بعدها قد سافرت إلى دولة غربية أخرى في العام التالي وحافظت بحمد الله على صلاتي وصيامي إلى اليوم، أسأل الله يثبتنا وإياكم المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما ذكره هذا السائل يذكر بخطورة السفر إلى بلاد الكفر، وأنه يؤثر على الإنسان في دينه وتساهله بأداء الواجبات أو فعل المحرمات، فهذا من خطورة السفر إلى البلاد الكافرة أو البلاد غير الملتزمة. وأما ما ذكره من أنه ترك الصيام أثناء هذا السفر وأيضا يترك بعض الصلوات، ما دام أنه كان يترك بعض الصلوات متعمدا فإنه ليس على دين الإسلام حين ذاك، لأن من ترك الصلاة متعمدا خرج من الإسلام. الذي يجب عليه التوبة إلى الله، توبة الصادقة، المحافظة على الصيام والصلاة في المستقبل. أما ما مضى فإنه تكفيه التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، لأنه حين ترك الصلاة لم يبقى معه دين فلا يصح منه صيام ولا غيره. فلما تاب إلى الله توبة صحيحة بدأ الإسلام من جديد، فعليه المحافظة على دينه
في مستقبل حياته، والله يعفو عما سلف. نعم. بما توجهون فضيلة الشيخ فيما يشعر به من الأسى والندم؟ يقول أريد أن أتزود من أعمال الصالحة. وهذا معنى التوبة. معنى التوبة ترك الذنوب وترك المعاصي والعزم لا يعود عليها، لا يعود إليها، والندم على ما حصل والإكثار من الأعمال الصالحة. إلا الذين تابوا وأصلحوا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لا بد أن يصاحب التوبة استقامة وعمل صالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مرسلة من الدمام رمزت لاسمها بالحروف سين باء طاء، لها عدد من الأسئلة. تقول في أولها: ما حكم لبس المرأة لبعض الملابس التي تكون أكمامها قصيرة إلى نصف الكم أو ربعه، أو ما يسمى بالجنز، أمام النساء والمحارم فقط؟ يجب على المرأة أن تستر نفسها أمام النساء وأمام الرجال المحارم، ولا يجوز لها أن تكشف من بدنها إلا ما دعت الحاجة لكشفه من أجل المهنة والعمل، الوجه والرأس والكفين والقدمين، وأما ما عدا ذلك فإنها تستره عن النساء وتستره أيضا عن محارمها، بل ستره عن الرجال المحارم أولى وآكد خشية الفتنة. نعم. سؤال آخر تقول: ما حكم التصوير بالكاميرا للنساء إذا كان من أجل الجواز وكان المصور رجلا؟ إذا فتحت المرأة وجهها، إذا كشفت المرأة وجهها عنده للتصوير للجواز أو للذكرى، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأصل أن التصوير محرم بالكاميرا أو بغيرها، لعموم الأحاديث التي تنهى عن التصوير ولعموم الوعيد على المصورين. الأصل في التحريم أنه، فالأصل في التصوير أنه محرم بجميع أنواع إلا ما دعت الضرورة إليه، كصورة الجواز أو بطاقة الشخصية أو رخصة قيادة السيارة، وهذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال الذين هم بحاجة إلى مزاولة هذه الأعمال والأسفار، أما المرأة فلا يجوز لها التصوير، لا يجوز لها التصوير لا للجواز ولا للبطاقة، ممنوع هذا في هذه البلاد والحمد لله. وكذلك السفر، لأن هذا من الفتنة، والسفر يكفي بطاقة العائلة المعروفة. نعم. سلامكم الله. في سؤالها قبل الأخير تقول: ما حكم أخذ بعض شعر الحواجب الزائد؟ هل هو جائز؟ وإذا كان الشعر كثيفا أو في موضع التقاء الحاجبين، فإن البعض يحلله لقولهم إن فيه ضررا على العين وتشويها في الوجه، هل هذا القول صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصل أنه لا يجوز أخذ شيء من الحاجبين، لأن هذا هو النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة ولا المتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ شعر حاجبيها، والمتنمصة هي التي تطلب من يأخذ شعر حاجبيها، تطلب من غيرها. فاللعنة شاملة للفاعلة والمفعول بها ذلك، مما يدل على أن النمص كبيرة من كبائر الذنوب. وأما دعوى أنه مشوه وأنه كذا وكذا، هذا يحتاج إلى تثبت، هذا يحتاج إلى تثبت، ولا يعطى فتوى عامة في هذا الموضوع. إذا ثبت أن امرأة معينة فيها تشويه أو فيها شعر زائد تتضرر به، فحينئذ تسأل أهل العلم وتفتى بخصوصها نظرا لظرفها خاص، ولا يصدر بهذا فتوى عامة لجميع النساء. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم استخدام التمثيل وسيلة للدعوة إلى الله جل وعلا؟ الدعوة إلى الله جل وعلا بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، ولم يستعمل صلى الله عليه وسلم التمثيل، إنما استعمل الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب في الخير والترهيب من الشر، هذا الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل متابعة التجمعات يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى في محلاتهم وتجمعاتهم في منى ومشاعر الحج، وانتقل إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل، وكاتب الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله عز وجل، وأرسل الدعاة كما أرسل معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وغيرهما. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وليس فيها مسارح كما يفعل بعض المنتسبين للدعوة اليوم، أو فيها تمثيليات أو أناشيد أو ما أشبه ذلك، هذه كلها لا ليست من الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم فضيلة الشيخ في الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الناس في مجتمعاتهم كما في منى وغيره. نعم. هل نأخذ من ذلك دليلا على عمل من يريد أن يدعو الناس في كما عند المقبرة مثلا، أو في الزواج؟ المقبرة لا، أو في زواج، أو في اجتماع معين، حفل، كل ما أمكن الدعوة إلى الله عز وجل، وسنحت فرصة
فلا بأس بذلك، لكن في المقبرة لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله مرة بسبب، فعله مرة لسبب، وهو أنهم لما جاءوا بالجنازة وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه ينتظر إعداد القبر وإنهاء إعداد القبر، فذكرهم صلى الله عليه وسلم في هذا الجلوس، ولم يكن يتخذ هذا دائما ولم يأخذه بدون سبب. فالدعوة إلى الله في المقابر والخطابة هذا لا أرى أنه مشروع، أما في غيرهم المجتمعات لأنه فتح وسيلة إلى بدع المقابر وفي غير ذلك المجتمعات الناس. في غير ذلك الاجتماعات في المساجد أو في المجالس إذا سنحت الفرصة ولم يكن هناك محذور لا بأس بذلك، حسن الله وسمح إليك. صاحب المحل أو صاحب المجلس حسن الله إليكم. هذا مستمع من العراق بعث رسالة طويلة، هو الأخ كنعان الوطني، يقول في أولها: أما بعد فلدي تفسير أرجو أن يكون صحيحا، وأنا لا أعتمد عليه إلا إذا سمعته منكم مع فائق الاحترام والتقدير لعلمائكم أجمعين. يقول: ورد في مجلة التربية الإسلامية عدد وتاريخ عن النواس بن، ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه من قوله: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني الدجال، قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. وهذه المدة في غير الدجال، وهي بالطبع سوف يعيش قبل هذه المدة وبعدها أي أكثر، وهو بالطبع سوف يعيش قبل هذه المدة وبعدها أي أكثر من 40 يوما. يقول: وفي تفسير ابن كثير المجلد الثالث صفحة 377 قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. هنا يتضح، لا زال الكلام له، يتضح لنا أن مدة مكث الدجال 40 شهرا أو 40 سنة، وشروق الشمس من مغربها هو الحديث الأول. يقول: تقل سرعة دوران الأرض حول نفسها فيصبح اليوم كجمعة، وتقل فيصبح اليوم كشهر، وتقل فيصبح اليوم كسنة، وتقف ثم تسير بالاتجاه المعاكس عنها، سيكون شروق الشمس من مغربها فتسرع ثم يصبح اليوم كشهر، وتسرع فيصبح كجمعة، وتسرع فيصبح اليوم كسائر أيامنا. يقول: علميا سرعة دوران الأرض حول نفسها كبيرة، وإذا وقفت وسارت باتجاه المعاكس في مدة قصيرة سيقتل من عليها وتنفجر، لأن داخلها سائل. لذلك أصبحت المدة 40 يوما، قسم من أيامها أسبوع وشهر وسنة، أي أكثر من 40 يوم الأيام العادية. وهذه المدة علميا كافية لتغير شروق الشمس بحيث لا يموت البشر ولا تنفجر الأرض. أرجو التوجيه فيما ذكرت هذه الرسالة، مع احترامي وتقديري لكم ودعائي لكم بالتوفيق. التوجيه أن نبقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء، وأما هذا التفسير الذي ذكره فهذا من فكره ومن ابتداعه فلا يعتمد عليه، ونبقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء، وإذا وقع فإنه يفسره الواقع حين ذاك. نعم، هذا من الأمور المستقبلة ومن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، ولا نتدخل فيها بأفكارنا وتقاديرنا. ثم هذه المعلومات عن الشمس من أين أخذها؟ هل أحاط بالشمس وأحاط بالأفلاك وأحاط إنما هي تخرصات. نعم. المرسلة أم أنس من الأردن تقول في سؤالها: أنا امرأة ولدت طفلة قبل 5 سنوات، وأفطرت كل شهر رمضان بسبب الولادة، وبعد 3 سنوات أخرى أنجبت طفلة وأفطرت شهر رمضان كله، ومن قبل كان علي قضاء حوالي أسبوعين، فأصبح علي شهران كاملان ونصف الشهر قضاء من الأعوام السابقة، ولا أدري كيف أبدأ بالقضاء، وهل علي كفارة تأخير ذلك القضاء أم أصوم مباشرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. القضاء لا بد منه، قوله سبحانه: عدة من أيام أخرى، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلا بد من القضاء في حق من يستطيعه. وأما الكفارة فإذا كان التأخير من غير عذر، إنما هو من باب التكاسل أو التهاون حتى دخل رمضان آخر، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. أما إذا كان التأخير لعذر بحيث لم تتمكن من القضاء بين الرمضانين فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها كفارة للعذر، لعذر التأخير. وأما الترتيب فلا بد منه، بأن تصوم ما عليها من رمضان الأول، ثم تصوم ما عليها من رمضان الذي بعده، ثم تصوم ما عليها من رمضان الذي بعده، وهكذا. نعم، ثابكم الله ونفع بكم. هذا السائل رشيد محي الدين، بنغلاديشي مقيم بالرياض، بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وينوي بذلك زجرها، هل يقع بذلك القول طلاق؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. نعم، هذا الطلاق يقع إذا كان من عاقل، إذا كان هذا الطلاق صدر
من عاقل فإنه يقع ولو كان قصده الزجر أو التهديد أو المزح. نعم. فإنه الطلاق بلفظ غير الطلاق في البادية كثيرا ما يقال علي الحرام لتفعلا تجلس. الطلاق على قسمين صريح وهذا يقع، هذا يقع، وكناية وهذا لا يقع إلا بالنية، بنية الطلاق، مثل اذهبي احتجبي الحقي بأهلك إلى غير هذا، يسمونها الكنايات. هذه إذا كان معها نية طلاق صار طلاقا، وإلا فإنه لا يكون طلاقا. وأما لفظ الطلاق الصريح فهذا لا يحتاج إلى نية، إذا صدر من عاقل فإنه يقع. نعم. فإن قال لأحد يزن بالغداء علي الحرام أن تتغدى عندي، هذا يمين، ولو نوى الطلاق هذا يمين، هذا من باب اليمين. وإذا نوى به الطلاق صار طلاقا، على التفصيل في ذلك هل نيته الإلزام فقط أو نيته إيقاع الطلاق، لابد من هذا، وهو لم يبين. نعم. سلامكم الله. يقول في سؤاله الثاني: ما أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هل يلزم الرجل أن يعطي من ماله شيئا لابن ابنه الميت لفحوى هذه الآية؟ فإن ولده الميت نفعه في جمع ماله. أرجو الإفادة، فإني قد سمعت بعض طلبة العلم يقول ذلك. المواريث توقيفية تنفذ كما شرعها الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، فتنفذ المواريث كما جاءت في الكتاب والسنة ويعطى كل نصيبة. وإنما المراد بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا الرد على أهل الجاهلية الذين لا يورثون المرأة ولا يورثون الطفل الصغير، ويقولون إن هؤلاء لا ينفعون ولا يركبون الخيل ولا يدفعون عن الذمار والقبيلة فلا يورثونهم. الله جل وعلا أبطل هذا وشرع المواريث للذكور والإناث والصغار والكبار، آباؤكم وأبناؤكم. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: هل ثبت سماع الموتى بنصوص القرآن والسنة؟ وهل هناك فرق بين سماع أكرم أهل القبور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موتى عموم المسلمين وموتى الكافرين؟ أرجو توضيح تلك المسألة وجزاكم الله تعالى عن المسلمين خير الجزاء. أمور الموتى وأمور القبور هذه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز أن نقول فيها إلا ما ثبت بالدليل، فلا ندخل في هذا الموضوع بدون دليل يدل على أن الموتى يسمعون أو لا يسمعون أو يعرفون من يأتيهم أو لا يعرفون. لابد من أدلة صحيحة، وإلا فالأصل التوقف في هذا، أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا مرسل رمز اسمه بالحروف خاء خاء خاء، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه أن بر الوالدين والإحسان إليهم أمر مطلوب شرعا، حيث نجد أن الله عز وجل يتكلم عن حقوق الوالدين في آية واحدة مع الحديث عن وجوب توحيد الله بالعبادة، وذلك يدل على مدى أهمية بر الوالدين وكيف أن عقوقهما يمكن أن يشبه بالشرك بالله. والسؤال هو أن نحب أن نعلم شيئا من أسباب هذه المكانة التي منحها الله للوالدين، بالرغم من كون معظم الآباء ينجبون أبنائهم لسبب من الأسباب التالية: إما للتفاخر أو لكي لا ينقطع نسلهم أو لأجل التمتع الجنسي فقط. إذا كان ذلك هو سبب الإنجاب وهو أمور دينية دنيوية بحتة، فكيف نجد الشريعة جعلت لهم هذه المكانة؟ هل لنا أن نعرف أسباب ذلك؟ أولاً، تحديدك لنية الآباء في زواجهم هذا تحكم من غير علم، وما الذي يطيعك على ما في قلوبهم؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما حق الوالدين فلا شك أنه حق واجب ومتأكد، ويأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى في المرتبة الثانية، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأما قولك إنه يشبه الشرك فهذا غلط، عقوق الوالدين لا يشبه الشرك، ولكنه يليه في الحرمة ويليه في الإثم، لكنه لا يشبه الشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معناه أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ وهناك أحاديث أنها لن تقوم الساعة حتى لا يذكر الله عز وجل في الأرض، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث. فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ أحسن الله إليكم. لا تعارض بين الأحاديث بأن هذا الدين سيستمر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يأتي أمر الله، وأمر الله فسر بطلوع الشمس من مغربها،
أي إذا طلعت الشمس من مغربها فإنها لا تقبل التوبة ممن تاب، ولا يقبل الإسلام ممن أسلم بعد ذلك. وأما أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، هذا في آخر الوقت، إن الله يقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، يقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، ولا يبقى في الأرض إلا الكفار، ثم تقوم عليهم الساعة، لأنه ما بقي التوحيد في الأرض فإنها لا تقوم الساعة، إنما تقوم الساعة إذا فقد التوحيد من أهل الأرض جميعا، حينئذ تقوم الساعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، يتضح من سؤالي الأخ أن بعض المسلمين قد يطلب معرفة أسباب الحكم الشرعي وعلله، أو يعاني من ظن التناقض بين النصوص الشرعية، فهل من توجيه حيال هذا الإشكال الذي قد يغر في أذهان بعض المسلمين؟ هذا من وساوس الشيطان، وعلى المسلم أن يسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله، سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له الحكمة، لأنه يعلم ويجزم أن الله جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة، سواء علمها أو لم يعلمها. وكونه لا يعلمها لا يدل على أنه ليس هناك حكمة، عدم العلم ليس دليلاً على عدم المعلوم. فعلى المسلم أنه يسلم ولا يتدخل في هذه الأمور، ويسرح ذهنه في أحكام الله عز وجل، ويحصل عنده شيء من وساوس الشيطان والتردد يترك هذه الأمور. ما عرف حكمته هذه زيادة خير، وما لم يعلم حكمته فإنه يفوض أمره إلى الله، ويعتقد ويجزم أن الله لا يشرع شيئا إلا لحكمة ومصلحة ومنفعة للعباد. نعم. قد يرى بعض المتعلمين أن التسليم والتفويض ضعف، ويقول نحن عندنا معلومات وقدرة ونريد أن نعرف. هذا غرور، هذا ما عندكم معلومات بكل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما عندكم معلومات بكل شيء، عليكم أن تسلموا لأمر الله وأمر رسوله، لأن المؤمن يجزم بأن أمر الله وأمر رسوله مبني على الحكمة ومبني على المصلحة والمنفعة، سواء ظهر لنا ذلك أو لم يظهر. نعم. أثابكم الله ونفع بعلمكم. هذه مرسلة من الرياض، رمزت لاسمها بالحروف ميم ضاد زاي، بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: ما كيفية رد السلام في أثناء الصلاة؟ وإذا لم أرد السلام وأنا أصلي هل أكون آثمة؟ يجوز رد السلام في أثناء الصلاة بالإشارة، يجوز السلام على المصلي ويرد بالإشارة يده، أما الكلام فلا، المصلي لا يرد السلام بالكلام وإنما يرده بالإشارة فقط. نعم. كيف يشير بيده شيخ؟ يرفع يده. نعم. أو يومي بيده. نعم. تقول في سؤالها الآخر: أحيانا أقرأ في الكتاب قراءة صامتة بالنظر فقط دون تحريك اللسان، وتكون هناك عبارة صلى الله عليه وسلم، هل يلزمني أن نطق بها كي أكون صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أقرأها كما أقرأ بقية الكلام بالنظر فقط؟ لابد من التلفظ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عبادة، عبادة قولية، لابد من التلفظ بها. نعم. في سؤال ثالث تقول: إذا نزلت علي الدورة الشهرية في أول وقت الصلاة ولم أصليها، فهل أقضي هذه الصلاة أم لا؟ وإذا كنت أقضيها هل أصليها في الوقت المماثل لها كأن أصلي العصر القضاء مع صلاة العصر الأخرى، أم لابد أن أصليها بعد الانتهاء مباشرة من الدورة، حتى لو لم يكن وقت الانتهاء هو وقت الصلاة، كان أصلي الظهر القضاء مع صلاة المغرب مثلا؟ إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم جاءتها الدورة هذه مفرطة، فعليها أن تقضي هذه الصلاة التي أدركتها الدورة قبل أدائها في آخر وقت الصلاة، لأنها مفرطة، وتقضيها متى تطهرت، متى انقطع دمها وتطهرت في أي وقت، لأن القضاء